من أشواط هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. وهنا إذا الانطلاقة والتحدي والإثارة هنا بهذا الأداء الجميل. شوطنا السابع من تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا السابع الخاص هنا بالحول هنا أيضا لأبناء القبائل ضمن الأشواط أيضا العام في هذا المساء. كيوتا كلوزر بيك أب مقدمة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. نتابع مجريات هذا الشوط وننطلق هنا بالتحدي، ننطلق بالإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء المميز والجميل. نتابع المسيرة، نتابع الانطلاق هنا للمراكز الخمسة الأولى المقررة إذاعتها لهنا مسافة 8 كيلومترات. والصدارة والمركز الأول هنا عزم تأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول محماس بن سعيد بن علي الشيبه المنطلقة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني هو تنطلق هنا الظبي في هذا الانطلاق او القدوم والتحدي والإثارة في هذه اللحظات هنا القادمة. النصيبة لمحمد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري من تهدينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث تنطلق العنود سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري من تنطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع والقدوم هنا من بداية في هذا الانطلاق لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان لقتبي من تهدينا على المركز الرابع. خامس مراكزنا والمنطلقة هنا نوف لمحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى وما خلف المراكز الأولى. هناك أيضا شعارات، هناك أسامي تتواجد بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. هنا عزم، عزم على صدارة، عزم على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور. تبغي تيوتا كروزر البيك أب المقدمة للفائز بالمركز الأول محماس بن سعيد بن علي الشيبة من تأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط المسيطرة بهذا الانطلاق الجميل. النصيبة في المركز الثاني لمحمد بن مظفر بن محمد بن خموجة العامري من تتواجد على المركز هنا ايضا الثاني. وفي المركز الثالث وصلت العنود سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري من تاتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع الشاهينيه سعيد بن جعفر بن حسين بن مرخان لقتبي من تنطلق على المركز هنا الرابع. وفي المركز الخامس بدايه لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان لقتبي من تاتينا على المركز الخامس. هذه هي النتائج لل المراكز الخمسة الأولى وبدأت الشعارات تزحف إلى المراكز الأولى. بدأت الشعارات تنطلق وتتحدى في هذا الأداء الجميل. ولكن عزم، عزم هنا معزمة على صدارة، معزمة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. محماس بن سعيد بن علي الشيبة هنا المنطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. النصيبة منصبة نفسها في صلب المنافسة هنا لسيد محمد بن مظفر بن محمد العامري المنطلقة على المركز الثاني. وفي المركز الثالث هنا تأتينا العنود، المنطلقة، العنود المتحدية سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري من تأتينا على المركز
الثالث ورابع المراكز اسم جديد يتدخل هنا. الطيرة حمودة بن غانم بن علي بن حمودة من تأتينا على المركز الرابع بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة. المركز الخامس تأتي بداية هنا وبدايتها جميلة لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان نكتري من تأتي على المركز الخامس في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. يا سلام، وما خلف الخمسة مصر بأن أسامي تتواجد خلف المراكز الخمسة الأولى ترقبوها خلال هذه المسيرة، خلال هذا الأداء، خلال التحديات للمراكز الأولى هنا على أرضية هذا الميدان في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. نعود إلى عزم على الصدارة، عزم على المقدمة، على المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. عزم هنا المنطلقة، محماس بن سعيد بن علي الشيبة من تأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. النصيبة على المركز الثاني، محمد بن مظفر بن محمد العامري تأتينا على المركز الثاني في انطلاق هنا لبحث عن فوز وعن ناموس. المركز الثالث تتواجد العنود سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري على المركز الثالث. المركز الرابع اسم جديد يتدخل هنا، جود تأتينا، سليمان بن ترحيب بن سليمان الدعجاني من تنطلق على المركز الرابع. وخامس المراكز تتواجد الطيرة حمودة بن غانم بن علي بن حمودة من تأتينا على المركز في هذه اللحظات الخامس في هذه الخماسية الماسية المتواجدة على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق والإثارة هنا في هذا المهرجان الجميل والتحدي. هناك الصدارة، لا زالت عزم على الصدارة، عزم على المقدمة، عزم على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. عزم المعزمة لمحماس بن سعيد بن علي الشيبة من تتواجد هنا على الصدارة على المقدمة. وأهالي أم صلال يطالبون بالسلام هنا. يا أبو سعيد ركز 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 مع عزم. 3 كيلومترات ما تبقى على هذا الأداء الجميل. هنا المركز الثاني، المركز الثاني، وبدأت تتسلل النصيبة، بدأت تتسلل إلى صدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. ولكن الله، القدوم القدوم القدوم، مزون 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 من تأتي هنا على المقدمة وعلى الصدارة تنتزع المركز الأول. لهوب بن طالب بن محمد بن علي بن شفيع على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا شعار بن شريف يتواجد بهذا الانطلاق. النصيبة على المركز الثاني، هنا لمحمد بن مظفر بن محمد العامري، وفي المركز الثالث الطيرة في المركز الثالث حمودة بن غانم بن حمودة الظهري من تنطلق هنا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع بهذا الانطلاق الجميل، وصلت هنا، وصلت ايضا الناوية، نوت الناوية هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. الناوية حمد بن ضعيف بن حمد بن عبير السبي تتسلل الى المركز الثاني في هذه اللحظات. العنود على المركز الثالث، سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري، وفي المركز الرابع الطيرة لسيد حمودة بن غانم بن علي بن حمودة. وفي المركز الخامس، المركز الخامس تأتي هنا بداية لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان لاكتبي مع بداية في هذا الانطلاق الجميل. ولكن هنا الصدارة، هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مزون على الصدارة، مزون على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور مع لاهوم بن طالب بن محمد بن علي بن شفيع على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل.
المركز الثاني هنا هنا الناوية الناوية حمد بن ضحية بن حمد بن غدير الاكتبي مع الناوية على المركز الثاني. وفي المركز الثالث القدوم من شواهين شواهين حمد بن هيان بن سالم العامري مع شواهين بهذا الانطلاق الوصول من شقرة 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 قادمة فهد بن حسين النعيمي مع شقرة بهذا الانطلاق الجميلة والتحدي السلام تحديات تحديات جميلة تحديات وإثارة هنا الوصول كذلك من بداية لمحمد بن سلطان هنا أيضا بداية بداية لمحمد بن سلطان من مطار مرحان لكتبي ولكن الصدارة 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 التويوتا كروزر بيك أب مقدمة للفائز بالمركز الأول وهنا الكيل الأخير افتتحنا أبوابه هنا مع مزون على الصدارة مزون على المقدمة مزون على المركز الأول هنا أيضا والعيون تراقب مزون على صدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل له بن طالب بن شفيع على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط يا سلام المركز الثاني شواهين شواهين هنا المنطلقة حمد بن هيان بن سالم العامري راعي اليمشة راعي اليمشة مع شواهين 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 تتسلل بهذه اللحظات هنا الوصول كذلك الوصول من جمايل زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين بتنطلق على المركز الثاني المركز الثالث اول ندى صاحبة المركز الثالث هنا قوية لسعيد بن راشد بن سالم السنيد هنا من تأتينا بهذا الانطلاق والتحدي يا سلام هنا شواهين وجماله شواهين وجماله هنا بهذا التحدي والإثارة لمن الفوز لمن الناموس شواهين وجماله جماله وشواهين التحدي والإثارة والقدوم من قضية قضية قادمة أيضا بكل قوة يا سلام لمن الفوز لمن الناموس التحدي التحدي ولكن شواهين شواهين هي الأقرب للفوز فوز الأقرب للناموس شواهين شواهين هنا سلام للهير سلام على هذا الأداء الجميل تهانينا والناموس الحمد بن هيام بن سالم العامري المركز الثاني هنا وصلت جماله لزايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين المركز الثالث قضية سعيد بن راشد بن سالم السنيد المري وفي المركز الرابع وصلت هناك أيضا في هذه اللحظات هنا وصلت الرخامية سالم بن راشد حمد بن غدير الاكتبي وفي المركز الخامس الواصلة هناك الناوية حمد بن الضعية بن حمد بن غدير الاكتبي من وصلت بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء الجميل والتحدي نعود مع ملخص هذا الشوط واستطاعت شواهين أن تعلن الفوز والناموس سلام يا راعي اليمشة سلام على هذا الأداء الجميل لشواهين حمد بن هيام بن سالم العامري قاطع المسافة ب 12 دقيقة 45 ثانية 29 جزء 29 جزء من الثانية تهانينا والناموس جمالة من أتت على المركز الثاني زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين قاطع المسافة في 13 دقيقة 45 ثانية 80 جزء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل أيضا لجمالة بينما المركز الثالث كان من نصيب قضية سعيد بن راشد بن سالم سنيد المري قاطع المسافة في 13 دقيقة 46 ثانية أربعة من الأجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل وانطلاقة أخرى في صباح هذا